وزير رمضان بطودة مخرج عنيدة مسافة وزير ليلة ليلة ألف ليلة وليلة كل ليلة ليلة شهر كلم شهر يعلم شهر يسلم شهر لما وصلنا لأجمل شهر الخطبة أم العريس لما تعش من شفاك وحل بلح أبوه شفاك رمضان كريم يا فوق رمضان ترم رمضان كريم الله أكرم تم تم ترم رمضان كريم ورمضان بيحلى بالفوازير وكل يوم معانا فزورة من زمن الفوازير فوازير رمضان أكشن والفوازير صناعة مصرية بدأت حكايتها من ماسبيرو وبالتحديد قدام ميكروفون الإذاعة سنة 1955 هنا القاهرة هنا القاهرة هنا القاهرة هنا القاهرة لما قدمت الإعلامية القديرة أمال فهمي فوزير رمضان لأول مرة سيداتي سادتي صباح الخير أحييكم من القاهرة كانت بتستضيف كل يوم شخصية والشخصية تتكلم في موضوع غير تخصصها والجايزة 5 جنيه للي يعرف صاحب الشخصية الأصلية فوزير رمضان وسنة ورا سنة اتطورت أفكار الفوازير وبقى يكتبها الشعراء وكبار المؤلفين كتبها بيرم التونسي وكتبها صلاح جاهين وكبرت الجائزة من 5 جنيه ل10,000 جنيه استمعتم إلى حلقة جديدة من مسابقة فوازير رمضان ومن الميكروفون للشاشة اتنقلت الفوازير على ايد رائد المنوعات المخرج محمد سالم اللي راح بالفوازير لمنطقة تانية خالص باكتشافه وتقديمه لفرقة ثلاثي أضواء المسرح سمير وجورج والضيف أحمد ومعاهم ومع الاستعراض والغناء والكوميديا كانت أول فوازير تلفزيونية في رمضان سنة 1967 تعالوا نشوف فزورة وصل البي والمدام عند ترابيزه سمير بي الفنجان اتفضل يا سعد البي اتفضل يا بي اهلا 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 اتفضل يا بي تهامي بي يا اهلا يا اهلا اتفضل يا تهامي بي اهلا وسهلا ازيك يا استاذ سمير ازيك الست حرامنا اتفضلي اتفضلي استريحي اتفضلي عن إذنك تفضل استريح متر متر أنا أقعد هنا برضو تفضل أقعد تفضل والله سيادتك أنا كنت يعني تستريح كده لا مش تعبان تعبان تفضل كده شوية أنا بقول أنا أجرب الكرسي كده مش عارف أنا زيح والله والله أنا كنت أنا كنت يعني تأخرت شوية لكن معلش أنت عارف بقى الست حرامنا قالت إن هي مش مصدقاني إنك أنت عازمني النهاردة في المطعم فقلت لها تعالي تأكد بنفسك وهي جات تتأكد بنفسها والله العظيم يا فندم أنا آسف قوي هو قال لي إن سيادتك مسافرة وأنا والله أنا لو أعرف إن سيادتك هنا وديني كنت عزمتك قبليه ميرسي اهلا اهلا متشكر متشكر طلبات سيادتك بقى المطعم كله تحت استاذ سمير انتوا عندكم ايه سيادتك تطلب ايه الاول اول استاذ سمير الظاهر بقى حضرتك معروف بالاوساط الراقيه وهي الاوساط الراقيه يا فندم اتعرفت الا من عيلتي الفنجري ده جده يا فندم جده ايوه جده ايوه لما يعزم واحد كان لازم يجيب دكروم ايوه جده لما يعزم واحد كان لازم يطلب دكروم ايوه يجيب له فرخه يجيب له وزه أيوة. لازم ديك ويكون فيوم يا
سلام يا جدو. أمال جدو أيوة سلام يا لا 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 أنت معدتك حساسة قوي، لازم تاكل مسلوق. مسلوق؟ أيوة بلاش حاجات مسلوقة. ما فيش داعي فعلا، أنا معدتي تعبانة، أحب أكل مسلوق. يا راجل ليه الوسوسة دي؟ مسلوق إيه وحاجات إيه؟ معلش أيوة متر. أيوة فندم. الحاجات اللي عندكم إيه بالظبط؟ في فراخ مشوية، كويس، حمام، كباب، كفتة، زغليل، محشية، ها؟ إيه تاني؟ إيه تاني؟ مش معقول، كل حاجة تحت أمرك يا فندم. موزة، دندي، أورينتال، كله دندي. دندي أورينتال. طيب على العموم يعني ايه تحب تاخد ايه؟ تهيألي يجيب لك تشقيلك كده. شوف انا بلاش حكاية المسلوق دي، قلنا بلاش. مسلوق؟ طب اسمع، بلاش المسلوق وهات لي كده تشكيلة من كل فيلم أغنية. ماموزيل؟ يا سلام. تشكيلة من كل فيلم أغنية. حاضر. تشكيلة. تشكيلة. فهمت يا ماموزيل؟ تحت امرك يا فندم. اي لحظه انا في خدمتكم. متشكرين جدا، متشكرين يا فندم. انت منور. انت عارف يا استاذ سمير؟ ايوه يا فندم. انا كنت اتمنى ان العزومه دي كانت تبقى لمدير المصلحه. مدير المصلحه؟ طبعا. انا سيادتك ما قلتليش انا كنت اعزمه يا فندم. لا اصل هو يعني لسه قرار بتاعه ما اتمضاش. ايه ده، مدير جديد؟ مدير جديد طبعا. امال ايه؟ فاتتني والله. طب وصرف ازاي؟ انا لو انت قلت لي بس مين. لا 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 ما اقدرش اقول لك على اسمه ابدا، ده اسمه ده يعتبر سر. لا وانت سيادتك عرفت ازاي يعني؟ امال ايه؟ الله ده انا تعال تعال. ود 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 ود. مش معقول. امال ايه؟ طب عرفتها ازاي؟ ازاي؟ رحت لمين عرفت الحكايه دي؟ يا ابني انا كنت قاعد في مكتب. كنت قاعد في مكتب. مكتب مين؟ ود 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 ود. مش معقول. امال ايه؟ طب ما لو كنت يعني انت عرفت بقى انه هيبقى المدير. امال ايه؟ طبعا سيادتك ما تنسانيش عشان العلاوات. يا ابني ما انا بقولت لك على اللي هعمله. ما تنساش تقول له بالنبي. تعالى تنساش تقول له سيبو 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 سيبو. لا ما تخافش ما تخافش، انا هوضب كل الامور وهكتب له مذكره مرفقه بهذا وهخلص لك الموضوع. الترقيات والعلاوه حكم انا اصلي رئيسه. لا رئيسه يا سوس. اهلا وسهلا يا فندم. الله مش معقول. ايه اللي ايه ده؟ تصور اللي كنت بكلمك عليه جه اهو. مين ده؟ اللي هيبقى المدير. يا استاذ زكريا، يا زكريا بيه. اهلا استاذ زكريا. اتفضل. اهلا. اتفضل استريح. اقعد اتفضل. ايه اعزم عليه وامسك فيه ضروري. اهلا وسهلا. اهلا اهلا وسهلا. امسك فيه امسك فيه. امسك فيه ازاي؟ ده كان هيبوظ ايدي. قول له اعزم عليه. في الواقع احنا كنا حاجزين ترابيزه كبيره. ايوه. انما الظاهر اتاخرت فاتصرفوا فيها. يا فندم مستعد نفضي لك ترابيزه حالا. ايه لا مش باين. الراجل مستعد يفضي له ترابيزه. ما انا خلاص بقول لك ما تسيبوش، ده فرصتك ارجوك. فرصتك. والله لا تتفضل، انا بقول تتفضل يعني. الراجل مش فاضي، هو بيقول لك ما عندوش. لا ما عندوش وقت. امسك خلاص. خلاص. خلاص اتفضل استريح. واللي في حد تاني معاك؟ لا معايا. لا قعدت خلاص. اتفضل. قسما ويمين بالله اللي انتم قاعدين. ما تتفضل ما تتفضل. قسما بالله ويمين بالله اللي انتم قاعدين. ما تتفضل ما تتفضل. قعدوا السلطات والمشويات، قعدوا السلاطين. ما تتفضل ما تتفضل. قسما بالله ويمين بالله اللي انتم قاعدين. ما تتفضل ما تتفضل. قعدوا السلطات والمشويات، قعدوا السلاطين. ما تتفضل ما تتفضل. تك 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 ت
بس لزوم الإحراج ده والله يا راجل. يا جماعة ما فيش داعي، احنا حاجزين ترابيزة جنبكم. ما كانش فيه لزوم. خلاص خلاص يا جماعة، مدام الأستاذ حلف عشان خاطرك بس يا أستاذ سهامي والله. انت عارف الموضوع من أوله طبعا، عشان نبقى خالصين. اللي سيادتك المدير الجديد احنا من ايدك دي لإيدك دي ان شاء الله. يا فندم تحبوا تطلبوا تطلبوا ايه ان شاء الله؟ تحت امركم. اتفضلوا. عندكم ايه؟ كل ما تشتهي الانفس يا فندم. متشكرين جدا. تطلب ايه يا استاذ زكريا؟ تعبان انت؟ تحب تاكل حاجه معينه؟ مش عارف والله. هتطلبوا ايه؟ هتاخدوا ايه؟ انت عارف والله العظيم انا الكلب تحت تعبانه شويه، واحب اكل يعني لحمه بيضة وحاجات نشويات كده نشوى بزورة. والله هاتلنا ديك رومي كبير يكون مسلوق يكون خفيف احسن. ديك رومي؟ ايوه. اهلا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا استاذ سمير يا فنجري. مبسوط انت؟ التاريخ بيعيد نفسه. يا سلام، حاجه جميله جدا. نورتوا المحل. احنا متشكرين جدا. تحبوا ايه تاني؟ دولمه؟ تحب موزه؟ لا اديكم ملحقات طبعا. وملحقات. وما تنسوش الحلويات بالمره عشان ما تتعبش. ابو صوره ابو صوره. يلا عرش الاكل. والله يا سلام يا فندم. ان شاء الله الخدمه تعجبكم. خد شويه كاتشب، خد شويه مكرونه. خدي عندك الناحيه الثانيه هنا. كل يا استاذ زكريا عشان نبقى خالصين. بقى اعتبروه زي بيتكم. اعتبروه زي بيتكم. ده كانه محلي. مظبوط. ده كانه محلي. مظبوط. التورته الاول. البيه بيظبط مش بياكل كل. سيادتك والله اذا سمحت عشان الفاتوره. الفاتوره. يا 35 جنيه و 78 ساغ و 3 مليم. اسمع ده من غير السيرفيس. الناس الزراب دول تعبوا معانا. ادي التخين ده 3 جنيه. ايوه 3 جنيه. والسفرود ده اديله 2 جنيه. 2 جنيه. والاماره دي حط لها 4 جنيه. 4. شكرا. شكرا. شيل الأربعة جنيه بتوعها. طيب. شكرا. يبقى الحساب يا فندم 43 جنيه و 38 قرش و 6 مليم. لا أنا اللي هدفع. مفيش داعي مفيش داعي أنا اللي هدفع. يا أستاذ بدر مرفوح. مرفوح. طيب. الحقيقه يا فندم انا يعني على اذنكم بس اهلا عشان اعرف اكل. اتفضل اتفضل. لا لحظه واحده يا مؤاخذه بيه عشان بس ما تزروتش نفسك. لا ما لسه لو اسمي ضايقني شويه. اتفضل استريح. ده خليه هناخده انا حقلع. الحقيقه انا يعني سعيد بوجودكم معايا بشكل مش معقول. قلعت الجزمه يا زكريا يا فندم. كم يا ابني؟ كم الحساب؟ كم ال 43 جنيه و 38 ساغ و 6 مليم. ايه في حاجه غلط؟ يا لهوي لهوك. ايه اللي حصل؟ المحفظه اتلطشت. ايه خلص من فين؟ يا لهوي انا عايز الحساب. المحفظه اتلطشت. ايه
انا حموتك الحساب. طب ممكن دقيقة واحدة على جنب؟ لا من هنا. والنبي وحياة جدي. جدك؟ وحياة جدي الله يخليك. ايه اللي حصل ده؟ انا هكتب لك شيك بالمبلغ وعدو لك بعدين. شيك بالمبلغ؟ انا لا اعرفك ولا اعرف جدك يا حرامي يا نصاب. حرامي نصاب؟ ايوه. ارفع الحساب. ايه الكلام ده؟ نعم ارفع الحساب. هو طبعا. عايز اقول لك حاجة. حرامي حرامي انت وجدك. يضحك على الأقرع بطقطقة المقص. عرفتوني؟ أقولها كمان. زي المزين يضحك على الأقرع بطقطقة المقص. لما وصلنا الأجمل الخطبة أم العريس لما تقعش من شافك وحلى بلح أبوه شافك رمضان كريم يا فوق رمضان كريم.